بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع لقاء الأربعاء، هذا اللقاء الطيب المبارك يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بفضيلته، نشكر له تفضله بتلبية الدعوة في هذا البرنامج من محطة القصيم. أهلا ومرحبا بشيخنا الكريم. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ بتفسير الآيات المباركات في أواخر سورة الأعراف، في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات من آخر سورة الأعراف، يقول سبحانه: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى عن عباده المتقين الذين يخافون الله ويرجونه ويتقون غضبه وعقابه. إذا مسهم طائف من الشيطان، إذا الشيطان سول لهم أو وسوس لهم يريد إغواءهم ويريد إضلالهم، تذكروا كيد الشيطان وما حذرهم الله منه ومن شره، فلم يلتفتوا إليه ولا إلى ما يوسوس لهم ويزين لهم، لأن الله عصمهم من الشيطان كما قال جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فالله جل وعلا يعصمهم إذا أراد الشيطان أن يغويهم وأن يصرفهم عن الحق، فإن تقواهم لله وإيمانهم بالله وما علمهم الله وحذرهم من كيد الشيطان، فإنهم يتذكرون أن هذا الشيطان عدوهم فلا يلتفتون إليه ولا إلى وسوسته وطائفه، يرفضون ذلك رفضا تاما ويقبلون على الله ويتذكرون ربهم سبحانه ويتذكرون كيد الشيطان وما يريده لهم، فإذا هم مبصرون للحق، رافضون للباطل، وذلك من فضل الله عليهم وإحسانه إليهم وحمايته لهم. وأما الصنف الآخر
فإن الشيطان يتسلط عليهم وجنود الشيطان وإخوانهم يمدونهم في الغي، والغي ضد الرشاد ضد الرشد، يمدونهم في الغي وهو الباطل، ويزيدونهم من الوساوس ومن الشكوك والأوهام. ثم لا يقصرون، الشيطان وجنوده لا يقصرون عن إغواء بني آدم، ولا يكلون ولا يملون، هذا جهدهم وهذا شأنهم. وإذا لم تأتهم بآية، وإذا لم تأتي هؤلاء الكفار المعاندين، إذا لم تأتهم بآية يعني معجزة تدل على نبوتك بزعمهم، لأنهم لا يؤمنون بالقرآن، وإلا فالقرآن هو المعجزة الكبرى التي لا تضاهيها معجزة. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، لأنهم لا يريدون الحق وإنما يريدون التعنت والضلال، وهؤلاء لا حيلة فيهم. وإذا لم تأتهم بآية يقترحونها عليك تعجيزا وتكذيبا لك قالوا لولا اجتبيتها، يعني لولا أوجدتها أنت، والآيات ليست بيد الخلق، معجزات ليست من صنع البشر لا الأنبياء ولا غيرهم، وإنما هي من صنع الله جل وعلا. قالوا لولا اجتبيتها، فيجيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما أتبع ما يوحى إلي. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بشيء من عنده ولا يجيب اقتراحات المشركين، وإنما يتبع الوحي المنزل عليه، وإنما أتبع ما يوحى إلي. هذا بصائر من ربكم، هذا القرآن وهذا الوحي كافي، بصائر لمن أراد الله هدايته ومن يريد الحق، إنه يقنع بالقرآن ويعرف قدر القرآن أنه ليس من كلام البشر وإنما هو من كلام الله، فهو المعجزة الكبرى والمعجزة الخالدة إلى أن تقوم الساعة، الدالة على صدق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فآيات الأنبياء من قبله عليهم الصلاة والسلام تزول بزوالهم، وأما هذا القرآن فإنه باقي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته إلى أن تقوم الساعة، دليلا قاطعا على صدق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وصحة رسالته. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة، هدى من الضلال ورحمة للمؤمنين، رحمة من الله سبحانه وتعالى يعملون به ويؤمنون به، فيدلهم على الله وعلى جناته وعلى قدرة الله سبحانه وعلى صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لمن؟ لقوم يؤمنون، فالمؤمنون يقتنعون بهذا القرآن ويؤمنون به ويفرحون به ويتمسكون به، وأما الكفار فلا يلتفتون إليه ولا يعبؤون به، لأنهم ليسوا يقصدون الحق وإنما يقصدون الباطل والضلال. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ثم قال جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى
للمسلمين أنهم إذا سمعوا القرآن يتلى فإنهم يستمعون إليه وينصتون، يقطعون الحركات ويستمعون القرآن، لأنه خطاب رب العالمين يأمر وينهى ويبشر وينذر. أما الذي يسمع القرآن مجرد سماع ولا ينصت هذا لا يستفيد شيئا، هذا سماعه مثل سماع البهائم، تسمع ولا تدري، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، رجاء أن يرحمكم الله بهذا القرآن، لأن هذا القرآن رحمة وهدى ونور وبرهان وحق، وكل ينتفع بهذا القرآن إذا أقبل عليه بقدر ما يوفقه الله له. أما الذي لا ينصت للقرآن ولا يستمع له فهذا لا يستفيد منه شيئا، وإنما يسمع الصوت فقط ولا ينتفع به. لعلكم ترحمون. قالوا نزلت هذه الآية في الصلاة، أي إذا جهر الإمام بالقراءة فأنصتوا ولا تقرأوا والإمام يقرأ، لأجل أن تعقلوا القرآن وتستفيدوا منه. أما من يقرأ والإمام يقرأ فإنه لا يتقن القراءة بل يشوش على نفسه وعلى الإمام وعلى المأمومين. أنصتوا لعلكم ترحمون. ثم قال سبحانه وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، اذكر ربك في نفسك سرا بينك وبين نفسك، كما تذكره أيضا بلسانك جهرا، فتذكره جهرا وتذكره سرا بقلبك، لأن ذكر الله يحيي القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة من الله، خوف من الله. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، يعني فإذا كان القاري ليس عنده من يستمع لقراءته فلا داعي للمبالغة بالجهر ورفع الصوت، إنما يقرأ بقدر ما يستطيع ولا يشق عليه، ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. بالغدو يعني في الصباح، والآصال يعني في المساء. فذكر الله جل وعلا وتلاوة القرآن مشروعان في الصباح وفي المساء في الورد، وآناء الليل وأطراف النهار لا تغفل عن ذكر الله، ولا تكن من الغافلين عن ذكر الله عز وجل فيموت قلبك ويظلم قلبك، ولا تكن مع الغافلين. ثم ذكر القدوة الصالحة للمسلمين: إن الذين عند ربك وهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام، عندية المكان وعندية المكانة، فالملائكة عند الله سبحانه وتعالى في السماء وفي العلو، منهم المقربون، لا يستكبرون عن عبادته، لا تغرهم منزلتهم ومكانتهم، بل هم يعبدون الله عز وجل ويركعون له ويسجدون ويذكرونه دائما وأبدا، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هذه صفة الملائكة، لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه، ينزهونه، التسبيح هو التنزيه، ينزهون الله عن النقائص والعيوب وما لا يليق به سبحانه وتعالى. وله يسجدون، يخضعون له، يسجدون على الأرض بجباههم
ويخضعون له سبحانه وتعالى لأوامره ونواهيه. هذه صفة الملائكة، منهم الراكع ومنهم الساجد ومنهم الذاكر لله عز وجل، لا يفترون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فليكن لنا بهم قدوة. فالمسلمون قدوتهم الملائكة، والكفار قدوتهم الشياطين، والعياذ بالله، تؤزهم أزاء. أسأل الله العفو والعافية، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد. بعد أن استمعنا إلى تفسير هذه الآيات المباركات، نذكر السادة الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج والذي سيظهر على الشاشة قريبا، 011-80-88-3. المفتاح 011-80-88-3. نعود إلى أسئلة الفاكس، وهذا سائل يقول للشيخ صالح: الشخص الذي حفظ القرآن كاملا ثم نسيه، إما بسبب ذنوبه أو الانشغال في الدنيا في البيع والشراء، ما حكمه وماذا يلزمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتلاوة القرآن والإكثار من تعاهده، لأنه يتفلت كما تتفلت الإبل من عقولها. فإذا الإنسان انشغل عن القرآن نسي حفظه منه بسبب عدم التلاوة والبعد عن تلاوة القرآن. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعاهد القرآن، الإكثار من تلاوته، لئلا ينساه الإنسان. والنسيان يكون لأحد سببين: إما لمرض أصاب الإنسان وضعفت ذاكرته، وهذا الإنسان معذور فيه، وإما النسيان بسبب عدم التعاهد وعدم التلاوة، وهذا خسارة على الإنسان. لكن لا ييأس من استعادة القرآن وتلاوته والإكثار من تلاوته، ليرجع إليه حفظه ويرجع إليه ما نسيه من القرآن الكريم. لا يقول أنا نسيت خلاص، بل يرجع إلى القرآن ويقرأ القرآن ويكثر من تلاوته ويستعين بالله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول: ما الفرق بين الابتلاء والعقاب؟ الابتلاء يكون عقابا ويكون تكفيرا للذنوب ويكون رفعة في الدرجات، وأما العقاب فهو عقوبة على ذنب، على معصية. فالمسلم يكفر الله ذنوبه بالمصائب التي تصيبه تنزل به، ففيها خير له. أما الكافر فإنه يمتع وينعم ويستدرج، أما المؤمن فإن الله ينبهه بهذه المصائب فيرجع إلى الله عز وجل. نعم، نأخذ الاتصالات ونبدأ بالمتصل محمد من أبها. تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك يا شيخ. أنا طبعا حلفت أني ما عاد أسوق السيارة ورجعت أسوقها، فماذا يترتب علي؟ طيب، شكرا يا محمد. نعم، ترتب عليك كفارة يمين يا أخي، تطعم 10 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، يعني نصف الصاع يعني كيلو ونصف، الكل يعني 15 كيلو على 10 مساكين، أو كسوتهم، لأن تعطي كل مسكين ثوبا يلبسه، ثوبا جديدا يلبسه، أو عتق رقبة، تحرير رقبة، رقيق عبد تعتقه، مخير بين هذه الثلاثة.
فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإذا لم تجد شيئا من هذه الثلاثة فإنك تصوم 3 أيام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فكفر عن يمينك بإحدى هذه الثلاث المخيرة، أو بالصيام إذا لم تقدر على شيء من هذه الثلاث تصوم 3 أيام وتنحل يمينك، والحمد لله. نعم. أبو إبراهيم يقول الشيخ صالح: بالنسبة للأحاديث الضعيفة التي تورد في فضائل الأعمال هل نأخذ بها؟ الأحاديث الضعيفة ليست على درجة واحدة، من أحاديث ضعيفة لها شواهد تقويها، قد يرتفع الضعيف إلى الحسن لغيره، ولا تكون. أما الأحاديث الضعيفة شديدة الضعف فهذه لا يعمل بها، ولكن الأحاديث التي لم تصل إلى النهاية في الضعف أو لها شواهد فهذه يجوز العمل بها في الترغيب والترهيب والمواعظ، لأنها. وأما أنها يبنى عليها حكم شرعي من حلال أو حرام أو عقوبة أو حد أو غير ذلك فهذا لا يجوز ولا يثبت بها حكم شرعي. أما إذا علم أنها موضوعة فلا يجوز العمل بها. نعم. أحسن الله إليكم. نأخذ اتصال من أبو ديمة من الرياض، تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير. السلام. يا شيخ صالح، جزاك الله بالخير. شيخ صالح، أنا طلقت زوجتي، هي عندها لها، قلت لها أنت طالق، وبعدها هي حامل وكانت عندها لها، قلت لها أنت طالق، وثم بعد نص ساعة قلت لي أنت طالق طلقة ثانية. وثم راجعت زوجتي البيتنا، ولما ذاك اختلفنا أنا وياها في حالة، رجعتها البيت وكلمتها تليفون، زين قلت لها تسوينا الحاجة هذيك اللي أبغاها، والله أنت طالق الطلقة الثالثة، باقي الطلقة الثالثة، وطلقتها الطلقة الثالثة، لأن أنا كان ظني أنها الثالثة خلاص. وثم قلت لها طالق للتأكيد، طالق 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 3 مرات للتأكيد. طيب يجاوب الشيخ. حكم الشيخ في هذا المسألة؟ الله يحفظك يا أخي. ما يجوز لك تفتي نفسك في هذا وتراجعها بدون مراجعة أهل العلم. وأما ما حصل منك فتراجع المحكمة الشرعية، تروح للقاضي في المحكمة الشرعية وتسأله، أو تذهب إلى دار الإفتاء في الرياض. نعم. يقول: أرجو أن تشرحوا حديث في معنى الرسول، معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن مس الحصى فقد لغى. نعم، مس الحصى يعني اللي خطط في الأرض وقت الخطبة، خطبة الجمعة. إذا كان الخطيب يخطب فالإنسان ينصت ولا يتكلم ولا يحرك يده في الأرض ويخطط في التراب أو يزيل شيء أو يزيح شيء، بل ينصت. فإذا مس الحصى يعني أنه عبث في الأرض وخطط في الأرض، فقد لغى يعني لغت جمعته، فلا ثواب له، صلاته تصح ولكن ليس له ثواب في ذلك، عقوبة له. نعم. له فقرة أخرى عن تشبيك الأصابع والخطيب يخطب، وأيضا في الصلوات المفروضة. تشبيك الأصابع على 3 حالات: تشبيكها لمن ينتظر الصلاة أو وهو ذاهب إلى الصلاة، لا يجوز له أن يشبك بين أصابعه، هذه حالة. الحالة الثانية: لا يشبك بين أصابعه أثناء الصلاة، هذا حرام. الحالة الثالثة: إذا فرغ من الصلاة فلا مانع أن يشبك بين أصابعه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذه الأخت السائلة تقول: ما حكم الصلاة على الجنازة قبل الذهاب بها إلى المسجد حيث تأتي العائلة ويصلون عليه ثم يغسلونه ويذهبون به إلى المسجد؟ يا أخي ما تصح الصلاة عليه قبل التغسيل، لا يشترط لصحة الصلاة على الميت أن ينتهي تغسيله، فأما الصلاة عليه قبل أن يغسل فهي غير صحيحة، وإذا غسل لا مانع أن يصلوا عليه أهل البيت ثم يذهبوا به إلى المسجد ليصلي عليه المسلمون. نعم. فواز من المجمعة معنا على الخط، تفضل يا فواز. ألو، السلام عليكم يا ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير يا شيخ صالح. تفضل. أحبك بالله يا شيخ صالح. مساك الله بالخير. تفضل. الأسئلة. ألاحظ يا شيخ عند دخولي في مواقع التواصل الاجتماعي وجود بعض أخواتنا المسلمات يقومون بالتحدث بألفاظ غير لائقة ومحاولة فتنة الشباب. ما أدري يعني أبي توجيهك يا شيخ لأخواتنا المسلمات وأخواننا المسلمين بعد. شكرا. شكرا. نعم تفضل. والله يا أخي التواصل الاجتماعي هذا فيه ما فيه، فيه أشياء تضر الناس وتضر، وأما المفيد فلا بأس بذلك، التواصل المفيد واللي فيه فائدة لا بأس به بل هو طيب، أما التواصل الذي فيه تغريدات سيئة كما يقولون وفيه هذا لا يجوز النظر إليه والاستماع له، هذا منكر إلا لمن ينكره وينبه عليه وينكر على من قاله، فهذه هذا تفصيل لا بد منه في هذه التويترات وهذه التواصل الاجتماعي كما يسمونه، هذا يثير فتن ويثير شرور ويحرك الشهوات وفيه أضرار كثيرة، فأخطاره أكثر من منافعه، فالمسلم يتجنبه ويجنبه أولاده وأهل بيته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخ، كيف تكون العقيدة الإسلامية سببا في النجاة من الفتن؟ نعم، العقيدة الإسلامية التي عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح يكون فيها النجاة من الفتن، لأنه يعرف الحق ويتمسك به، خلاف الذي يجهل الحق ولا يدري، فربما تنطلي عليه الشبهات والشكوك والأشياء فيظنها صحيحة وهي باطلة، فلا بد من تعلم العقيدة الصحيحة، لا بد من تعلم العقيدة الصحيحة التي هي معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأن العقيدة الصحيحة تنبني عليها صحة الأعمال، فإذا كانت العقيدة مختلة أو فاسدة فلا يقبل العمل لأنه مضيع للأصل الذي يبنى عليه العمل، فلا بد من تعلم العقيدة الصحيحة ولو بصفة مختصرة والسؤال عنها والعناية بها. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن الخيط إذا علق في صدر الطفل لرفع البلاء أو عن دفعه. هذا من التعاويذ الباطلة ولا يجوز عقد الخيوط على الأرجل أو على الأذرع، أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد ربط خيطا فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فلو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. لا يجوز عقد الخيوط وما أشبهها والتعاويذ على وتعليقها على الأجسام أو على الأولاد الصغار، هذا لا يجوز لأنه يخل بالعقيدة، وإذا اعتقد أنه يدفع البلاء أو يرفعه فهذا شرك، لأنه لا يدفع البلاء ولا يرفعه بعد نزوله إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم.
هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، بعض الناس يحرجوننا بكلمة يا فلان أسألك بالله العظيم أن تعطيني كذا، أو أن تبيعني هذه السلعة، أو أن تخبرني عن فلان. نعم، هذا قسم، أقسم عليك بالله، لأن الباء من حروف القسم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سألكم بالله فأعطوه. هذا فيه إجلال لله سبحانه وتعالى، فإذا لم تعطه معناه أنك استهنت بحق الله سبحانه وتعالى. نعم، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، اختلفت، يقول: أنا وجاري عند عبارة قالها لي عند باب بيته، وهي يردد: إن الله ابتلاني بأولاد غير بررة. فقلت له بأن هذه الكلمة يعني منبوذة أو غير جائزة، ما الحكم الشرعي فيها؟ مأجورين؟ نعم، الله جل وعلا قال: إنما أموالكم، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. فهو مبتلى وامتحان، الأولاد والأموال فتنة وابتلى وامتحان. هل العبد يشكر الله؟ هل العبد يربي أولاده على الخير أو يهملهم فيأثم؟ هل يتعاهدهم؟ هل يربيهم على الصلاة وعلى الطاعة فيثاب ويصلحون بعده؟ فلا شك أنهم ابتلى وامتحان، الأولاد ابتلى وامتحان. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فعلى المسلم أن يهتم بأولاده، وأن يربيهم على الخير، وأن يبعد عنهم الشر ووسائل الشر، لأنهم أولاده وهو مسؤول عنهم، وهو راع عليهم، مسؤول عن رعيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. نعم. ناخذ ثامر من الطائف معنا على الخط. ثامر، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام يا شيخ. في عندي ثلاث أسئلة، جزاك الله خير. تفضل. عندي في أواخر سورة المائدة، بس أريد تفسير قول الله تعالى: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وهل أنزلها الله المائدة أم لم ينزلها؟ طيب، يجاوب الشيخ. نعم، هذه الآية من آخر سورة المائدة، أن الحواريين قالوا لعيسى عليه الصلاة والسلام: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ والمائدة معروفة، هي الأكل، هي المجموع من الطعام الذي يأكله الناس. فهم هذا من باب التعنت، وإلا فالله قد رزقهم سبحانه وتعالى، إنما قالوا هذا من باب التعنت: هل يستطيع ربك. وفي قراءة: هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هذا مما عابه الله عليهم. ولهذا لما دعا عيسى ربه أن ينزل عليهم مائدة من السماء، قال الله جل وعلا: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فلا شك أنهم أخطأوا في هذا، ولو قنعوا برزق الله سبحانه وتعالى رزقهم بدون هذا التحدي. وقد اختلف العلماء رحمهم الله، هل الله جل وعلا أنزل هذه المائدة أو أنه ما أنزلها عليهم؟ وعدم إنزالها عليهم من صالحهم، من كفر بعد ذلك فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. نعم. طيب، يعني ما الفرق بين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله؟ وهل كلاهما صحيح؟ لا، الأول ما هو صحيح. أشهد أن لا إله إلا الله،
بل تقول أشهد أن لا إله إلا الله، تدغم النون في اللام مشددة، هذا مقتضى اللغة العربية الفصحى. نعم. طيب السؤال الثالث للشيخ، أنا أضع نبدا صلاة الفجر ووقت الدوام، بس أني عاد أصحى على الدوام ولا أصحى على الفجر، أفيدونا جزاكم الله خير. شكرا. نعم. بالنسبة لتركيب المنبه لصلاة الفجر، يقول تفوتني صلاة الفجر. نعم، احرص على القيام لصلاة الفجر ولا تعتمد على المنبه، قد يتعطل المنبه أو يصيبه ما يصيبه، يكون عندك عزيمة على القيام لصلاة الفجر، أو توصي من يوقظك ممن حولك من أهلك أو حتى من جيرانك، يضرب عليك الباب أو يتصل عليك بالتلفون أو الجوال، اعمل الوسائل التي توقظك لصلاة الفجر مع العزم. إذا عزمت فقد تقوم بدون هذه المنبهات وبدون هذه الوسائل. الكلام على عزيمة القلب واهتمام القلب، هذا هو المطلوب. نعم. شخص يصلي بالناس فقرأ الفاتحة ثم تذكر أنه نسي آية ثم أعاد قراءتها، هل ما فعله صحيح؟ لا، الواجب يعيد الآية، الواجب يقرأ الآية ويقرأ ما بعدها، يقرأ الآية ويقرأ ما بعدها، ولا يعيد الفاتحة كلها مرة ثانية. نعم. يسأل عن إزالة الجنابة للشخص المكسور الذي يوجد على رجله جبيرة. الحمد لله، الله يسر هذا، يغسل الصحيح من جسمه ويمسح على الجبيرة، يمسح على الجبيرة التي على الجرح وعلى الكسر، يمسح عليها ويكفي هذا عن غسل ما تحتها. نعم. أحسن الله إليكم، هل يجب تسوية الصفوف في صلاة الجنازة؟ لأنه من الملاحظ على بعض الناس عدم الاهتمام بذلك مثل صلاة الفرض. نعم، الصفوف في صلاة الجنازة كالصفوف في الصلاة، لأن كلاهما صلاة وصفوف، تلتزم آداب الصفوف من تعديل الصفوف وتراص المصلين وإكمال الصف الأول فالأول. نعم. أحسن الله إليكم، فقرة أخرى عن مسابقة الإمام في الصلاة فضيلة الشيخ، وهل تبطل صلاته ويعيد؟ إذا تعمد مسابقة الإمام بطلت صلاته، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، إذا كبر فكبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمد قولوا ربنا ولك الحمد، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الائتمام. فإذا تعمد مسابقة الإمام بطلت صلاته، أما إذا نسي أو كان جاهلا فإنه يعود ويأتي بما سبق به الإمام بعد الإمام، فإذا ركع قبله يعود ويأتي بالركوع بعده، وإذا سجد قبله يعود ويأتي بالسجود بعده، وهكذا يتدارك الأمر. نعم. تفضل أخي ناصر من أبها. ناصر اقصر التلفزيون شوي الله يعافيك، لان في تردد بيني وبينك. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساك الله بالخير يا شيخ. عليكم السلام. حياك الله، تفضل. الله يحفظك يا شيخ، انا سمعت في نهايه الصلاه لازم تطلق السلام وانت متجه للقبلة وبعدين تلف وجهك. هل هذا صحيح او لا؟ لا، ما هو بلازم. تبدأ السلام وأنت متجه للقبلة وتكملها وأنت ملتفت، لا بأس بذلك، الأمر واسع في هذا والحمد لله. نعم. عندي سؤال ثاني يا شيخ. تفضل. إذا فاتتني ركعة من الصلاة الجهرية هل أكفيها سرية أو جهرية؟ إن كانت من صلاة الليل تقضيها جهرية، هذا مستحب، ما
ما هو لازم، مستحب. أما صلاة النهار فهي سرية ولا تجهر فيها. نعم. هذا من جدة السائل محمد يقول: سلفت زملاء لي أكثر من شخص مبالغ مالية، هذه السلف يا شيخ عندهم منذ سنين عديدة وهم غير قادرين على إرجاعها، والآن أسأل عن زكاتها، هل أخصمها من الزكاة لأنني مقتدر وعندي أموال، هل أخصمها من الزكاة لأنهم غير قادرين على التسديد؟ لا، خصمها لا يعفيك من الزكاة، ولكن إذا كانوا معسرين ولا يستطيعون التسديد فنظرة إلى ميسرة، فإذا سددوها زكيها عن سنة واحدة وما مضى ليس فيه زكاة، ما دام أنك ما تدري يسددون أو لا لفقرهم وعسرهم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول بأنني أعمل منذ سنوات عديدة في فراشة المسجد وتنظيفه وأتقاضى على ذلك راتب، هل يجوز أن أوكل شخص معي آخر في مساعدتي في تنظيف المسجد أيضا وفي نهاية الشهر أعطيه جزء من المال؟ نعم، إذا كان أن القيام بفراشة المسجد وتنظيفه يشق عليك وفوق مقدورك فلا مانع أنك تستعين بمن يعينك، ولو أعطيته شيئا من المال لا بأس بذلك. نعم. سائل آخر يقول: وضع أدعية مختارة وصحيحة داخل المسجد لغرض الاستفادة منها في الصف الأول، هذا لا يجوز، لا تجوز الكتابة في المساجد لأنها تشغل المصلين، ولا يجوز تعليق الكتابة أمام المصلين لأن هذا يشغلهم، والذي يريد الخير للناس يعلمهم الذكر، ما هو يعلق بوراق ما ينتبهوا له، والعامي ما يقرأ أيضا، فإذا أردت الخير والتوجيه فإنك تعلمهم الأذكار، تدرسهم إياها، تحفظهم إياها. نعم. معنا فهد من الرياض، تفضل يا فهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. فضلة الشيخ، والدتي من قبل 40 سنة ارتحلت دابة وهي حامل في الشرف، وأسقطتها تلك الدابة، وبعد أيام أتت في طفل، هل عليها كفارة في ما حصل لها؟ أعيد السؤال يا أخي. والدتي ارتحلت دابة وهي حامل في الشهر التاسع. نعم. وسقطت الدابة. إيش؟ وبعد أيام أنجبت. أعيد السؤال. هي راكبة دابة؟ هي ارتحلت لها دابة حمار. نعم. أعزكم الله. وسقطها الحمار. وبعد أيام أنجبت الطفل وتوفي. وهي شبه مكرهة على طيب. إذا كانت سقطت بغير اختيارها ترتب على ذلك موت الطفل فليس عليها شيء، لأنها ليست مفرطة ولها أن تركب، لها أن تركب إذا كان المشي يشق عليها. نعم. طيب السؤال الثاني طال عمرك، كثرة التصنيفات بين العلماء والدعاء، هذا جامي وهذا أخواني، خصوصا دعاتنا في المملكة العربية السعودية، رأي الشيخ في هذا الكلام؟ طيب شكرا. لا شك أن هذه فتنة يثيرها الأشرار أو الجهال، هذه فتنة بين الناس، عموم الناس، عموم المسلمين، حتى العوام، ولا يجوز التحريش تفريق بين المسلمين، فكيف بالعلماء؟ وهذه الألقاب التي يخترعونها ويلقبون بها من لا يريدونهم، هذا كله من الباطل، والله جل وعلا يقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم اتقوا الله لعلكم ترحمون. لا يجوز التفريق بين المسلمين بهذه الصفة وهذا التحريش وهذه الألقاب،
والله جل وعلا يقول ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الواجب إذا رأيت شيئا من هذا أن تصلح بين الناس وأن تنهى من يحرش بين الناس ويفرق بين الناس أن تنصحه وتنكر عليه. أما أن هذه الأمور التي شوهت الإسلام وفرقت بين المسلمين وأوغرت الصدور فهذه من الشياطين الإنس والجن، الواجب رفضها وتركها والإصلاح بين الناس والسعي في الخير بين الناس وجمع الكلمة، هذا هو الواجب. نعم أحسن الله إليكم. في الآية الكريمة يقول أستفسر عن هذه الآية والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، هل الشمس تدور حول الأرض؟ بلا شك، هذا هو ما دل عليه القرآن، والشمس تجري، هم يقولون لا الشمس واقفة والأرض هي اللي تجري، هذا عكس ما جاء في القرآن. وإبراهيم عليه السلام قال للنمرود إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فكوننا نترك ما دل عليه القرآن وناخذ بالنظريات الحديثة هذا لا يكون من المسلم، واجب على المسلم أن يتبع القرآن. الله جل وعلا يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. نعم طيب ناخذ اتصال من أبو سعود من عرعر، تفضل أبو سعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أنا يوم كانت الأسهم أنا كنت أساهم وتركت، قلت الأسهم أنا إن شاء الله من بعد ما أساهم وتركها لوجه الله، هل أستطيع أساهم ثاني مرة؟ معي شيخ؟ نعم. الأسهم تختلف يا أخي، وش الأسهم؟ الأسهم يعني عامة، أنا قلت تاركها. ما هي الأسهم اللي تسأل يعني عنها؟ أنا قلت الأسهم عامة تاركها لوجه الله، والآن أنا أقدر أساهم يعني عن لا ما هو كل الأسهم يا أخي حرام، الأسهم اللي في شيء حرام حرام والأسهم اللي في شيء مباح ومعاملات مباحة لا بأس بها، الأسهم اللي في شركات الربوية أو شركات غير نزيهة لا تجوز، أما الأسهم في الشركات النزيهة التي تتعامل بالحلال ببيع وشراء فلا بأس بذلك، الأسهم التي في شركات ثابتة شركة كهرباء شركة زراعة شركة لا بأس بها، هذه أمور مباحة يا أخي. طيب شكرا. نعم. شكرا. هل تجوز كتابة آيات من القرآن على أواني الطعام والشراب لغرض التداوي بها؟ يجوز كتابة القرآن على ورق نظيف أو على صحون نظيفة ثم تغسل ويشربها المريض، هذا من الرقية وجاء به الدليل أيضا، جاء به الدليل وعمل به السلف الصالح فلا بأس بذلك إن شاء الله لأنه داخل في الرقية. نعم. يسأل يا شيخ عن الحلف على المصحف ما حكمه؟ لا أصل له، الحلف ما يحتاج إلى المصحف ولا يستعمل المصحف لأجل الحلف، هذا من غلط العوام، المصحف ينزه عن هذا، قد يكون الحالف كاذبا أيضا يمتهن المصحف بذلك فلا يجوز هذا، أولا إن هذا ما جرت به عادة السلف ولا كان معروفا، وثانيا قد يكون الحالف كاذبا ويريد أن يموه على الناس بحلفه على المصحف فيكون في هذا إهانة للمصحف أيضا. نعم. عبد الرحمن من الرياض، تفضل عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. يا شيخ حياك الله، تفضل. الله يعافيك. انا الله. عندي بنك بيعطيني تمويل عقاري بقيمه 900,000 وحصلت منزل بقيمه 800,000
فعشان وأنا محتاج باقي المبلغ من التمويل عشان أقدر أخذ باقي المبلغ. أتفق أنا والمالك وصاحب العقار على أن نرفع قيمة البيت، وعندما يأتي الشيك من البنك ياخذ المالك قيمة البيت الأصلية وأنا آخذ باقي المبلغ عشان أسدد به ديون علي وأسس فيه البيت الجديد. شكرا. أي نعم. شكرا. يا أخي التمويل هذا هو من باب القرض؟ تمويل عقاري. نعم. إيه تمويل من باب القرض، يقرضك دراهم وتشتري بها عقار. أي نعم صحيح. يقرضني إياها نعم. القرض يأخذ عليه فائدة البنك؟ إيه نعم يأخذ فائدة قيمة البيت على عدة سنوات. يا أخي القرض ما فيه فوائد، القرض قرض حسن، تقضي حاجتك وترد المبلغ بنفسه من غير زيادة مشروطة، فإن كان في زيادة مشروطة هذا ربا صريح، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. طيب نعم. إذا توضأ الإنسان ونسي عضوا من أعضائه لم يقم بغسلها فما الحكم؟ نعم. إذا توضأ الإنسان ونسي نعم. عضوا من الأعضاء فما الحكم؟ إن ذكر قريبا وأعضاءه لا تزال رطبة فإنه يغسل العضو الذي نسيه وما بعده من الأعضاء، يكمل وضوءه. أما إن كانت الأعضاء قد جفت فلا بد من إعادة الوضوء من أوله لفوات الموالاة. نعم. بعض الأخوات تقول السائلة أم عبد الله، الوضوء إذا كان على أظافر المرأة ما يسمى بالمناكير فما حكمه؟ الوضوء لا يصح مع المناكير لأن المناكير تستر ما تحتها ولا يصل الماء إلى ما تحتها، فيبقى بعض العضو غير مغسول، فلا بد من إزالتها حتى يتبلغ الماء للأعضاء كلها ولا يبقى منها شيء. نعم. فيصل من جدة معنا على الخط، تفضل فيصل. السلام عليكم. فيصل قصر الله يعافيك التلفزيون شوي، قصره. تفضل. عليكم السلام. طيب ابشر يا شيخ. مساء الخير يا شيخ. جزاك الله بالخير. نعم. تفضل. يا شيخ الله يجزاك خير، انا واخوي توفي من قبل شهرين. ونبغى نسال عن وش افضل الاعمال اللي بالنسبه له، هل زياره المدينه والعمره والصيام، هل ينكسر الميت او لا؟ وقراءة القرآن. زيارة المدينة لا تكون للميت، زيارة المدينة لا تكون عن الميت، إنما الذي يكون عن الميت العمرة أو الحج عن الميت، هذا الذي يصل إليه ثوابه لورود الدليل بذلك. وقراءة القرآن لا تقرأ لأجل ثوابها للميت، لأن هذا الشيء لم يرد به الدليل، ولكن الدليل ورد بالدعاء للميت، الاستغفار للميت، الصدقة عن الميت، الحج والعمرة عن الميت، وما عدا ذلك فلا، فكل عمل به، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نعم. طيب الصدقات. نعم. أفضل الصدقات يا شيخ. على المحتاجين يا أخي. طيب بارك الله فيك. شخص لما توضأ ولبس الشراب في هذه الأيام شيخ، يقول لبس عليه شراب آخر ثم أحدث قبل أن يمسح عليها، ثم نزع الشراب الأعلى منهما ثم توضأ ومسح على الشراب الأسفل، فهل يصح مسحه؟ نعم، إذا كان الشراب الأسفل ساترا للرجل لبس عليه شراب فوقه ثم نزعه قبل أن يمسح فلا بأس بذلك، ويبدأ المسح على الشراب الأسفل ويستمر عليه يمسح،
وأما إذا كان إنه مسح على الأعلى ثم نزعه فإنه يبطل المسح بذلك، لأن الممسوح عليه زال وزالت معه الرخصة. نعم. السائل أبو عبد الله يقول: ما أبرز كتب الإمام النووي رحمه الله؟ شرحه على صحيح مسلم، هذا من أبرز كتبه، وكذلك كتابه رياض الصالحين، هذا كتاب نفيس جيد، كتابه الأربعين النووية، كل كتبه رحمه الله مفيدة وجيدة، لا سيما في الحديث. وكذلك له كتب في فقه الشافعي، كتب في فقه الإمام الشافعي معتمدة عند الشافعية ومبنية على الأدلة، كذلك من كتبه المفيدة، لكنه لم يكمل المجموع شرح المهذب. مجموع شرح المهذب. نعم. ماجد من الطائف معنا على الخط، تفضل يا ماجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير ونبيكم المسلمين والمسلمات. آمين. تفضل. عندي سؤال واحد يا شيخ. تفضل. هل الميت نعم. يشعر بنا عند زيارة نعده وهو في قبره؟ طيب، شكرا. نعم، ورد إنه يشعر بزائريه ويأنس بهم ويفرح بزيارتهم. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة السائل أبو عبد الله: رجل أصيب بكسر في رجله فوضع عليه الجبس، ولما توضأ لبس خفا على الرجل الأخرى، فإذا أراد الوضوء بعد ذلك هل يمسح على الرجل الأولى مسح جبيرة وعلى الثانية مسح خف؟ نعم، لا بأس بذلك، كلها حوائل، هذه جبيرة وهذا شراب على الرجل للتدفئة. نعم. له أيضا فقرة أخرى الأخ أبو عبد الله عن شيخ: نظركم في خلع الجوربين عند كل وضوء احتياطا للطهارة في هذه الأيام. لا، هذا تكلف، الحمد لله، الله يسر عليك وخفف عنك، فإذا لبست جوارب ساترة للرجل وضافية على القدمين من الكعبين فأسفل، فالأفضل أن تمسح، لأن العمل بالرخصة أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. نعم. نايف من جدة معنا على الخط، تفضل يا نايف. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. إذا عندي سؤال: إذا كنت أصلي وجدني وأنا قد أقرأ القرآن جدني آية عن السجدة، فهل يجب علي أن أسجد أو إذا ما سجدت كان علي إثم؟ سجود التلاوة سنة، ما هو لازم، إذا لم تسجد فلا شيء عليك، والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم الأخت أم عبد الله: إذا اشتبه الدم تقول على المرأة فلم تميز هل هو دم حيض أم دم استحاضة أم غيره، ماذا تعتبره وهل تصلي؟ تعمل بعادتها التي قبل أن يختلط عليها، تعمل بعادتها التي سبقت تبني عليها، والحمد لله. نعم. يقول السائل: يا شيخ، رجل صلى صلاة الفجر وقرأ سورة الفاتحة وركع ونسي أن يقرأ ما تيسر من القرآن، لا بأس، صلاته صحيحة، وتلاوة ما تيسر بعد الفاتحة هذا سنة، فهو تارك لسنة وصلاته صحيحة، والحمد لله. نعم. خالد، تفضل يا خالد معنا على الخط من الخرج. هلا. تفضل. نحايل، تفضل. تفضل يا خالد، اكسر التلفزيون يا خالد، اكسر التلفزيون شوي، تفضل. طيب. تفضل. عندي اختي بيتكلم، كاتكلم. طيب، اطرح السؤال، اطرح عنها. يلا شنو؟ احنا رحنا عمره
احنا رحنا عمره العمره ولحرمنا بالميقات، رحنا حرمنا بالشقه. طيب شكرا. ورحنا لمكه. واضح السؤال؟ واضح. يلا شكرا. هو القصد انها احرمت بالشقه اللي في الميقات ولا احرمت بعد ما تعدت الميقات؟ بعد ما تعدت الميقات يا شيخ. اذا يكون عليها فدية، يكون عمرتها صحيحة ويكون عليها فدية ذبح شاة في مكة توزعها على الفقراء في الحرم ولا تأكل منها شيئا. نعم. نكتفي بما وردنا من أسئلة واستفسارات، وقمنا بعرضها على فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. استفدنا الحقيقة من إجابات الشيخ المبنية على الكتاب والسنة، بارك الله فيه وفي علمه ورفع ذكره في الدارين. أشكر الزملاء في مكتبة الشيخ الذين رتبوا هذا اللقاء، كما أشكر زملائي معي في الاستوديو. هذا ما تيسر من هذه الحلقة، نلتقي على خير في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. حتى ذلكم الحين، هذا مخرج هذه الحلقة معجب الدوسري، يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.